عايزه اقول لك انه الردود اللي على التويته دي وانا قريتها، انا بحب ادخل على الكومنتس عشان اشوف الناس بترد تقول ايه. ففي الكومنتس الناس كلها بتقول احنا كمان عايزين نيجي، ده واحد من اهم احلامنا ان احنا نيجي. يا ترى شو يعني، هم برضو فعلا لما بيكون في شخصيه مهمه بتزور اي مكان من اماكننا، ده بيؤدي طبعا لمزيد من الدعايه العظيمه يعني. واماكننا مش محتاجه دعايه، لكن برضو مهم ان احنا دايما نذكر بما لدينا. عند حضرتك حق تماما. ومن ضمن اسئلتها واضح انها كمان يعني مهتمه جدا فعلا بالاثار المصريه ومتابعه. من ضمن اسئلتها سالت على المتحف المصري الكبير، قالت هو هنا؟ لا هو بضع دقائق بيفصلنا. واستغلت الفرصه قعدت اتغنى في المتحف المصري الكبير، من حيث المساحه، من حيث القطع الاثريه، من حيث مجموعه توت عنخ امون المتميزه. بس وضحت لها طبعا توت عنخ امون ده موجود في وادي الملوك في الاقصر. قلنا ان يوم واحد مش كفايه لزياره المناطق الاثريه، هي عارفه طبعا. قالت حتى لو 10 ايام فهي مش كفايه انها تزور كل المناطق الاثريه على مستوى الجمهوريه. سالت هل دي كل الاثار اللي اكتشفت؟ قلنا لا طبعا، هناك الكثير والكثير والكثير. ما نراه فوق سطح الارض في مصر لا يتعدى نسبه 40% ما يحويه باطن الارض من اثار. قلنا لها ان في ما بيعديش شهر الا ان احنا بنعمل اعلان لاكتشاف مهم جدا، سواء كان في صعيد مصر، في وسط مصر، او في شمال مصر. الحمد لله يعني كان الفيدباك بتاع زيارتها رائع جدا 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 لابعد الحدود والله يا استاذ. طب انا شايفاها بتطلع الهرم وبتدخل، يعني انتوا دخلتوا الهرم في الداخل ولا يعني الصعود ده كان ايه؟ الصعود ده بس كان الكام درج الاولاني لغايه بس اول مدخل الهرم، لكن كان الاكتفاء كده، عشان طبعا انت عارفه انه زياره الهرم ده من الداخل ما تاخدش اقل من 35 يمكن 40 دقيقه، عشان الممر الصاعد وغرفه الملك او غرفه الملك او غرفه خوفو. فلا يعني كانت هتبقى اول انا عارفه كمان الهرم مغلق للصيانه اظن من الداخل ايضا، مغلق للصيانه بس يعني كان ممكن تفتحوه علشانها طبعا، مفهوم. كزياره زي كده ما فيش مشكله. اي نعم، بدات اعمال الترميمات داخل الهرم الاكبر، وهتستغرق ان شاء الله بالكثير هتستغرق شهر داخل الهرم، وبعد كده اتفتح عادي للزياره. احنا فتحنا طبعا هرم من كورع بعد غلق الهرم الاكبر. بشكرك دكتور، شكرا جزيلا دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاثار.